بسم الله، الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عاذنا الله منها، من أحوال أهل البدع ومن أحوال أهل النار. ولموضوعي وحان كون قد جرا كوساب سرا بيعه وحكذا إيبسيا وحسنافسيا وحكذا بدل الشدة وحكو أنسحي وحكو أنسحي للنصوص لإيه داليش وصوحر ورتي يا كجرا عشر كمركة وعشر كي وحويان تطوات موضوع كتابك بيعه كوساب سن ويان معاملات ذلك أحمد يسه كتاب المعاملات نوالي كتاب البيوع نوالي راه باب البيوع نوالي راه طيب أن تتواضع حيث بالله ولا يسه الترهيب من قصب الأرض وغيرها ديكس لي سجد دي باق لي سجد جيدي ريب لي سكر ريبي رولك إلا نعل حوقه وقف لي أما قرهات أما بيرات أما بوس عالي ريب لي سكر ريبي أما عيلات أما وقف وليه وملك جيسا يا وحي الله من أوحال تدي يا وحي كان الله حلما أفل تاسو كان لها إيا نصوص كسوار ورطي وحي كقبته عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد من ظلم قفك ظلمية قيد شبر إيا قدر شبر تاك إلا قدر كيد وصولك إيا فرق حد إنت وحي سوي حلو عبر إنت إلا وقل من الأرض قل أوقف لي أوقف ملك ومواد على الإهن وبهجوية دور إسكا على الإهن أوقف لي أوقف كي كالظلمي أما لو بيرو إسكو قراميال وسوغل كلا صلاة درسانو طويقة وحال لو سوري هيا قارت لو سوري هيا من سبع الأرضين تطوضا قل تطوضا أرض يا قيامها قارت لو قلي أسوى قارت كسيتو ولكا على الدوين الإنسان تقول لك يا تضوضة أرض وما شاي وحالي أنت كو أدري يا قرط الله سوري أما أرض دي أرض أما ولكا أنت أوحد أو أرض كستو يعني الغص وقال أما تضوضة أرض حديث كثار كيسنا نقول تسايا تضوضة أرض وحبك مقنين وين كولا عرق يا قف بني آدم قرط الله سوري قليل أيا ونسو حاضر أيا وحي كوي القف كي ظلمية كوار المر تاك قدر كي لالي لباتن إلينا يفائدا إلينا وكاس رواه البخاري ومصر حديث كان صحيح ويا مرك إلا قفو قادة ويحق بني آدم نبرنا كلا غامر لسك إلا عليا ليك هذا فائدا إلينا وكاس وي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد من أخذ قف كي قاتل غلا وريقه فوضى ونوها فقاتل من الأرض الأولك حقي سشبرا تاك إلا إن بغير حق انا الحق يسأل طوي قوال لو سرهيا من سبع الارضين تضبع الارض يا قورت لو كلنا يا لو سرهيا رواه حوري صوصاري احمد بسنادين احدهما صحيح وللمسلم الا انه قال وحن لا ياخذ مقات احد القف شبرا يا قدر الشبر تاك الا إن من الارض ارض الحق بغير حق انا الحق يسأل إلا طوق الله إلى يوحو قارت السوري وكلنا إلى سبع الأرضين تطبع الأرض يوم القيامة يوحو قارت السوري صحيح ويا صغر وصحيح ويا حديث يا صغر ساسويا حديث صحيح ويا ثم روى والين يعني البقوي والي بإسناده والي عن سالم عن أبيه قبل ما قال وحول قال رسول الله عليه وسلم من أخذ من قفك قاتل من الأرض أرضا حق يانا شبرا تاك إلا بغير حق يعني الحق خصف وعلى لقون هيا بيأسنا يوم القيامة لو أسنا ماشي يقول يا قرس ورستي مركي لك ويقور ترى والوسي سورة هيا إلى يوم القيامة إلى صفع أرض إلى التطوة أرض يا لقون هيا إذا قرت يقول تكون يولا فوبر هيا والله ومن هيا لدك هيا صحيح ويا حديث كاسا هذا حديث رواه البخاري وغيره
وعن يعلى وحذور ابن مرت رضي الله عنه قال وحنا سمعت وان مقضي النبي صلى الله عليه وسلم ايان كم مقضي ليه كم مقضي صلى الله عليه وسلم يقول رسول كل شيء هيوله ايما رجل قف كسرت هيا دمر هيا قف كسر ظلم الظلمية شبرا تاك الا من الارض ارض لك الظلمية كلفه الله الهي وحوك قصبها يكون اكراها يكون قصبها يا كسن دلنا عز وجل ان يحفر الى وقضه حتى يبلغ به سبع الأرضين نلقى إنه قضى وقو الدليني وقو قضى تضوان أرض يعني اللي تضوان أرض وقد الدليني على العمل ثم يطوق الله لنا يوم القيامة الدليني قارت اللي سوري كشان اللي قارت تضوان أرض حتى يقضى بيننا ساس قارت أغسر نالي سا قارت أغجري سا تضوان أرض قارت أغسر قارت أغشان لقلت إلا ما ذكر لك الحكمية ساس أولى تعالى عن هيا رواه أحمد والطبراني وعلى وابن حبان في صحيح وحديث أو صحيح ويان وفي رواية لأحمد يا والطبراني رضي الله عنه يعلم قال وحنا سمعت وان مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سؤال من أخذ قفك قاتل أرضا أرضا بغير حقي أنا حقي سيأسوون حق لهن كلف وعلى مشقينا وعلى قصبها أن يحمل إلو حمباره ترابها أرضا يعني إلى المحشر ماشي كل كو قيامة إلى سكو حساب إلى سكو قرقانة يا عدالة أي ولا تقع يا هرطة أي ولا تقع سوى قرط وكجرته وحبالة هي صحيح ولا حديث كأستقر أنا واحد نباتي إلا قال كل مهي حد أنا ما بير قفلي يقول دلني يدار القفلي يسكحوني قول الله قد ولم يقول دلحي وامر تعالى لحوم يعني. وعن أبي مالك تعاك علينا قل أنك ورق مصحب عن أشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محور أعظم الغلول خياني إيه الظلم يحتوي يطلع إيه الضوء وحاقوين عند الله إلهي عز وجل ذراع ننن ومن الأرض في هو رتاك هذا ننن إلا إيه تجدون هذه الإنسان الرجلين لمن جارين أو درس في الأرض نقول درس كأبار يا أما قرية أو في دار أما دار درس كأبار أو في يقطع قصرية أحدهما متكون من حد صاحبه ذراعا لكي درس كيس إيه صاحب كيس هاد نقول كيس بير هاد نأي درس قرية هاد قرية هاد نام يا بوسس منا نقول نور إلا أيون نقول كيس كقصرية إذا اقتطعه مركو صدع وكو قوست وكو قاعد كل ظلمية ضوقه الله كولينا يا من سبع أرضين تضبنا أرض ووحبك مقنين يا قارت اللون قدر أو نفسه حاضر هيا تاسا أقول ظلم لنفسه حاضر يدل حسن صحيح ويحدث رواه أحمد بن سناد حسن والطبراني في الكبير وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال وحنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قد سبق في بنيان نعم بن القيس رجلا لل ارضا ارضك غطع كحوم ظلما سنكر دهر وظلم وحنا حق لها لقي الله الهي ابن كل ما وهو ايه بقل عليه قفك اصلا ايه وحد ظلمي قضبان او على سيئ المحاريس او كفير على المحاريس لكل اهل الليل دم دي سنقول الدافين وواه طبران من رواه وحد صحيح ويسلم وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا يحل للمسلم وقف مسلم حلال معه ان ياخذ ان وقعت عسى اخيه ولا لك اشيس اما قل الا الا لقد الاور نور كيس اما اشيس بغير اثنين من نفسه سوى نفسه سوينا رالي وغيرين وسوونا وقراني يا سيدي كسوق وحوم الى ظلمك وقال يا خيانه قال ذلك أن أغير لشدة ما حرم الله وكسر جديد حرام لمن عليك ما من مال مسلم على المسلم قال أغير وركاس ذلك وركاس لشدة ما حرم الله إلهي حرام لمن أقول حرام تمي عليك كذا أنت أقول لي إيه لشدة يا مشقة أنت أقول لي إيه من مال المسلم وقف مسلم كأن
مالك الاسم وكر الظلمية على المسلم قفك كذا لقى حاران تمي حاران ما انت لا اكتر يوم العيد كسار رواه ابن حبان في صحيح مالك برضه لما اقول هن تقف اولي قلت له يوم حين لم يدعوا حوالي الى لقى الظلمية افضل على الكعب المسلم حتى بني ادم مسلم ويورع هاني الترهيب عبس الجليد يرهيب الأسكر من البناء فوق الحاجة تفاقرا وتكاثرا إلى الإسد سراء الإسد يقول يا الإسد إنت اللوب محنا وحك الزيادة إن روبك يقرح يا دماشي يا كاعد سؤال كنكش وحك البدن وضغيان على الوحي يا الأردن إسكت إسد إنت يا أبهن ما هي دعوة وحك البدن ريب الله سكر ريب الله سكر دي فان إيه اللون إشتو يا واحد بس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحول بينما وقت نحن أنا وعند رسول رسولك إلهي أكتس أنا خص غنه ألا جون لفر إن ذات يوم قارو معلنة معلنة هاي اطلع وحلو صبح علينا وحلو صبح رجل شديد البياض الثياب للأرخو قبع عدان في سؤال إيه زايد وطاي مريع العد مريس عدان تدعال إيه زايد وطاي مرو صبح سواد شعر تلتي سرعات إيه أم دودة هاي سمى مدودة أو عرق إيه وحبا عليها أما هو صحي لا يرى اللغة اللغة تريم إيه عليه قفك أثر السفر سفر على مدي سي أسامح قفك مسافر كان هو يقع أو نركي أو أسكك لأو وصق لأيه ديف إيه محاق وراء الغاية الآلة إيه رفاد إن شاء الله الآن يبص يوحبئين كم موقعين يعني وصاب ولا يعرف منا أحد إنت يا رسول كلف إليه قف قرانا هيا نكا عسايا وأقونه رؤولا إيه نجرين حتى أنت ونوسوس كان صعب بعد جلست وفريس إلى النبي النبي وأكبر صلى النبي والنواد صلى الله عليه وسلم فأسناد أوتيري ركبته لو نسي جلب لو إيو إلى ركبة النبي ركبته رسول جلبيس ايو كتير يو كهور جاي ساو كتير جلبا فرار كود اسكا هور كيلا ووضعو سهر مر ان ياسي اها كفيه سي ارضي اما علمو والد كن سوار فارسو القفو احترامي لما نيسك عمود ايو على فقه دي نبي جلبه سسارت اما جلبه نفتي سوى سالة سسارت وقال وحونا يا محمد محمد اخبرني من ايو وحديقه ورنطا ايو شاكيستان ايفا فايسان ايتا فترتب عن الإسلام إسلام لمن ما إيه معنى إيه فسر إيه فافا إيه تفسير إيه توضيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام لمن وحده إيه عدم قال رسول الله عن الإسلام إسلام لمن أنت شنو وإلى القرطاء وعديسة الله إله إله حق وعبد إذ سجر إلا الله ألم مويا كلي مويا كو وأن محمدا محمد رسول الله إلو يهي فركان سلام وارهون لغي كومان تيركي كومان وإلى سنة وقرطاء رسولك إله إلو يهي وحكا لقوسهم رغم نقصة نحن الله وتقيم صلاة صلاة وإلى صحة وتكتاب وكتاب أو صحة شروط هذه أركان هذه واجبات هذه هيئات هذه نواقص هذه علمك هذا وإلى مرة صلاة كسر نحن وتؤتي الزكاة زكاة وإلى الإحسان كأفراد وتصوم رمضان بشهر رمضان وإلى صوم كشرة وتحج البيت بيت وإلى الأمتاع وقصدنا سوحة جسد هل مر عمري هذا إذا استطعت هذا الأول إليه حج كأسيا آدي تانكي سقوة شلس سبيل دريق وخوف الصحي لغوف الصحي وحق إلى مدق اليد حق إلى قاري تنكس لو عافي ماتي ها أضوضع أدو حج سد حد يوم خوف رمتاي أي برنانتاي وإلى الأدى استطاعي أود أدولين ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال وحي انك صدقت الله الى وارنت تعجبنا له والله يا ابن انت سيئه وحي برق ويرا من رسول الله وارنت سيكون قال الى رنت انت والله يا ابن وارنت بحولي فيسال يساله سؤال ويصدقه سؤال مويد مركو رسولك وجاوره وارنت ولي عليه رمتا ويا قال وحنا فأخبرني إيه ورا عن الإيمان إسلام ما دي أغاني ما لا تيجا سارت من إيمان كان إيه ورا قال النبي وحنا أن تؤمن بالله أركان الإسلام إنه صابر
وأساس ومهم وأثيرت نرى الصلاة لماذا إن كنت أعلم أن تؤمن بالله وإلى إله رميسا كو وملائكة ملائكة سوائل رميسا والله وكتب الكتب سوائل رميسا وصدح ورسل رسل سوائل رميسا وعفو واليوم الآخر مع الآخر وإلى رميسا وشن وتؤمن بالقدر خير وشر كالحال قدرك كيس خيرك هي كيس شرط الله وضع وإلى أسكسي الرميسة من الله تعالى إليه وإلى الرميسة أركان الإيمان كنا اللح داوية هي أركان الإسلام أو الشر وكم يتمنى الإسلام لماذا؟ نقول شيء هاي الإيمان وحي كنت عليه صح كنا قرية هذا توقع مقايا إيمان الإسلام من طوال مجرد وعلى أقصوه وعلى أقصوه إلهي ما أقبل قال وحنا صدق درم ما شرط قال وحنا فأخبرني على الإحسان سوى فلك يوناك من إيغور إحسان قال وحنا محق وحياته قال نبي أن تعبد الله وإلى إلهي عابده كأنك وحد عابده ساتراه وأدو أجيره وكفرت عليه وأنا أدو عبسته وعابده أمر كيسو فريسة لو واحد لو شيء أتكلم كعب سنة مركو كور تاني مركو ك كامار تي كام قيو كا قرصو يهاي إسكوسي وما عمل فنيس وما نقمس ذا عاد وما نقولس شيء أتكلم قال اسمك أتكلم قال كعب سنة مركو كور تاني سيد ذا عاد وهاجر الآن أما أكون فرح سنة أما لي أنا شاطني في فرعوني ولا هو يا ذو قبائل سعدو كام قيو نماي ماي فإن لم تكن الآلهة تراه كي أرك الأسنان ما أجيد فإنه يراك الله أحسن لك أجيد وقال أنا يقول الصعب حتى وحني يلا لك أجيد قال محمد فاخبرني إيه ورن على الساعة مساعة القيامة إيه ورن قال نبي محمد ما المسؤول كأدوي دين سؤال سؤالها عنها ساعة القيامة بأعلمك كي أغا قوم بضر وأغا قرش بضر مال من السائل كان سؤالها قال محمد فاخبرني إيه ورن عن أماراتها أستعملي على مدها لوكا سيئا هو أقوم سلم قال محونا أنت لذا الأمة أدنت وإلى الأشياء ربتها سيد كيري سيد الدين وإلى الأشياء أدنت وإلى الأشياء سيد الدين وفي سيد النقل الله وإلى الأشياء أما إن مهما والد كيسا عاسك النقل أيون سيد سيد كو أدنت سؤال رقم هاي أما سيد سيد أدنت سؤال رقم هاي جمال إبا هو يد أما ويلك ما أبي أما ويلك ما هو يد أما جمال إبا عابه أدي والد كي يدي المي والد كون سيد سؤال رقم هاي أدنت أما وآخر زمان وأن ترى سعد القيام والكافلة وأن ترى وإن على ردنا الحفاة هو يكوم الآن حولها الراعي جرء الوين جرء العرات إيقنر الآن تاها نرفي على القبي يعواب أما قاونا العالة يفقرضها يفقر انتها رعاة شاي أريق الراعي أريق جرك يتطاول رأي وكفة عن ثم يقول لي ارتمع كل ارتمع في البنيان اسمه أنا كاقول لي أنا كاقول أنا كاقول يبمل انت سوقوا بعد دونك إيقال إسان كنت ترتمع يعني أود دوني ترتمع كون حق إسان قالوا حمي ثم انطلق وبحق انت أمركوا نبي مشاهد مسكبح فلبثت وانا قادوا إلى مريان معلمة ثم قال وحول أما فلبث وأن قادوا إلى مريا مع الماء ثم قال وحول عمر ما أورنه وحنا قال مع الماء جوموا إلى ياك سوري ثم قال وحول الرسول يا عمر عمر أتدري ميات كسيسا ميات كرنيسا أقول ما دونين من السائل لكن شري أما ما نقول السؤال أما قر أول ميات أقول يا قرش أولاد قرن ليس أقوى قلت حر الله ورسوله أعلم إلى إيه رسولك قرن حي مرك رسولك نور الله ورسوله أعلم ولا إيه كنا لا يحد أنت رسول أقول يومك ما الله أعلم ما لك إيه كنا مي ورسوله لو ما دري كنا الله ورسوله أعلم إلى إيه رسولك يسا قرن أروح مكما قرن قال رسول إنه جبريل جبريل أعطاكم وحمنا ويمتنوا يمين وإنتاسوا امتحان إنتاسوا انترفيو وإلي لنا يا وريسي يعلمكم إنه إذا برو إذا أغيسي دينكم أنا وحبي كما فائدة سنة لنا وحكمونا فرانين لنا
idinku idinku dhagaxalihaye oo idinku wax idin barahaye idinku idinku maamul idin barnaamijinaye inaad wax fahamtaan oo wax barataan. رواه البخاري ومسلم وغير ما صحيح ويا جبريل وها مرق ملك مرق سورة بني آدم لي إيمان وسورة إس إلهي وأبو رأي ملك نمد ونسكب الدنو وفقر أن كرم مجر قفك الله وأنسيه ورسوش أنبياء المول ملك قرن كرم صحيح قفك المرق علامتنا هي وحيدة على وحوها وصاعد إسك الصور إذن جبريل وها ملك جبريل. رواه البخاري ومسلم صحيح ويا حديثكم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول احسنوني ورسني سؤال حمويني فهاب ويكحش هذا ويكسر ويكيب بيسته اي اسالوه الى سؤالا فجاء رجل لمبي فجلس وفلس عند ركبتي مكه اي سؤال وعين اي كعابسين كحشودين كفائدين سواعين وحاب بدلي او باس فودي سو غلي او يما دي نكان عند ركبتي لما دي سجل رسول الله لما دي سجل مع التوض وفارس فقال وحي يا رسول الله رسول الله حسين دي يا عبد رسول الى معلم وكد غنيا ها مرتوا كبير الله صوت ان امتنا انه فائده فائده دي كم مقنع انه فائده امتنا كم فائده صارت اي كم فائده سوايت اي ربه انه فائده فقال وحي الناس هل كان صواب فريسة يا رسول الله رسول الله ما الإسلام إسلام من المحيد قال وحونا لا تشرك بالله شيئا إلهي وحبها أشرين وتقيم صلاة صلاة وإلى توسي ساعة وصحبة مركز صلاة صلاة وإلى توسي ساعة بعد الليل صلاة ألا توسي لين شروط لاني أركان لاني علمي على أنتك صلاة جرتما وتؤدي هذا الكلام قد في ست حال وصلاة لماذا وإلى زكري وإلى حساب وتصوم رمضان بشهر رمضان وإلى صلاة قال وحول صدقت لهم ما شاء قال وحول يا رسول رسول الله ما الإيمان إيمانكم بحول قال وحول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلهي يا ملائكته يا كتب سوى دار مرسى يا ولي قائل لكم أنك يا رسول رسول شيء وتؤمن بالبعث سصوب حتى وإلى دار مرسى الآخر يا غضب بس وتؤمن بالقدر كل قدر كتيس شرط كتيس خير كلام وإلى دار مرسى قال وحول صدقت لهم ما شاء وصح واذكر شيء سفع على جواب وافق واسيب قال وحي يا رسول الله ما الاحسان احسانكم وحي سما فل يا ولد ايش سكر قال استوسنت سو اقل علنت قال وحي ان تخشى الله وإلى الهك ابسطه كانك تراوح ادو وجد عمل سادو وجد وإلى وفقته فانك عادل إلا تكون حتى لا نهيم تراه كي وجهد فإنه يراك أسيغا كو جهد إسكا جرمك أسيغا كو جهد أنو ما أركا يتنالي أسيغا كو جهد أحمد قرصون قال وحي صدقت لهم ما شهد قال وحي يا رسول الله متى تقوم الساعة ساعة القيامة غرمين زيار صور القرية ساوت لعيسى قال وحي ما المسؤول كل سؤال هاي عنا ساعة بيعلمك أقوى أقوام بدا مع أقوى شبنا وحي أقوى منها كسؤال هاي حقيس سجمت معنا أرنتا إلا عد يمن وسوى حديثك وحان كان ورنا هي عن أشرات على ملا هتصاه الرئي ولو أقصي إلى شو نوى إذا رأيت مر كان لك المرأة تهويني تريد أيضا أرني سربها ربي كاني سيد كاني فذاك كاسو من أشرات وإلم هذا عاس كل وطن ساعد القيام على ملا هني وين من لعبك وين مر of yes il may yes hay wa ayda iska la way oo ku amar taagnaa inay warkeeda dhageysanin asagoo raw in hooyadu asaga ay ka dambeys ama gabad hooyada inay ka dambeysay ay rabta talaadeen saad ka qiyaamo wadiya wada raayay tamar ka daran al xufaat ku way qabal aan taa ayaha ayaadna oo qabal aan tan lugeyna al urwaat dar la aan taa iska qaqaw reer baadiya asumu ay jahilin al bukh وحنا نحرنين وحنا نقولين وحي كان أجيد لقول أفلعان عمل إسكاها ملوكا أرض أرض إليه ملكيين واللوريين وإن كانت لنا يا كو أمر طالبين يا وإلى ذلك وإلى الحكومة مقركين أرضا فذلك إخلاص من أشراطها علامة قيامة كمين
وإذا رأيت مرتادا رعاعي ذهب هو حولها راعي حول جركها أري جركها هي قيل جرك كوياها مرتادا هو عيال مرتادا رت يتطاول العين وكثر ترتمي كفا تمي في البنيان اسمح فذلك من أشراط أسعد قيامك مثل الحديث ثم الحديث رواه البخاري ومسلم ولفظه صحيحون. وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ما ونحن انه معه انه اول الجر يا رسول الله ونحن فرأى حوار قبة قري ذوى مشرفة اول نير الكلام بني بسميس فقال وحونا ما هذه تنحث قال اصحابه حين هذه لفلان لك هي من اصحاب سرقة الاسكان رجل نوي من الانصار انصار وعن الانصار لك فلان ليه من عيسى الشيخ قالوا هم المارستير هذا فسكت أو آمس وحملها في نفسي نفتس أيوة رنتاس قري أو قطع حتى إذا جاء من أولي صاحبها صاحب إيد أردت إلى قلبي يسو كوهيست كوكيم كريست أبو حتى إذا جاء صاحبها مركو أولي مالي لكي سرتالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عليه وسلم وسلم عليه النبي في الناس سوادت كلا فرئه السلام لكي ما نبي السلام صلى الله عليه وسلم سوى أصحاب إسرح فرئه فعرض عنه النبي وكجيس سلامتي كما قال ما أنتم قادوا كجيس أما ما قال صنع ذلك مرارا أرجر والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وكسيجي سلام حتى عرف الرجل إلا ما نكي وأقنصر القضاء عرق فيه رسول وك أقنصر عرق يوضع عرالك جيس عن وسيم وك جيسر فشكى ذلك أن أردني وأشير إلى أصحابي أصحاب فقال محمد والله يقول أني إني أنو لعن كروان إنكري شك محمد إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعتنا ليح حالتنا كما أغانجروا وحاله هو قول وان كو كرنج ما رسول كدرين قالوا صلاة وإذا قال وإي عليه سيه وقف حناقنا كم وإي سيه جيسي وجي سيه إلا إلي سيه لا يسكن عن مرحو قالوا وحينا لي خرج وبحي رسول وبحي قولي وكبحي مقدر رسول وحارنتا وكيا رسول رسول نقول وكبحي وبحي فرأى وحوار عقوبتك قري قاني دوا قاي يوارك فرجع رجل يقول نغب إلى عقوبته من يقول يا وقول يا هبل بعد يا قول قال ويل في يوم الرسول وكحما وكحرا فرجع الله في الرجل إلى قبته قبته فهدمها ودم يلقوه حتى سواها بالأرض إلا ما نلقى الله سيمه فخرج أوبحي رسول الله رسول الله ما بحي ذات يوم مال فلم يراها قري مؤون عرق مؤس أركن قري أسيها قال وحور ما فعلت قبت قبتي ماشي قري ماشي دوق أول حفش أو ما متاعني قري ماشي كتاعنا أول أرك بالله قال وحيران شكا إلينا وشيخت وصوت عود إلينا على صاحبها صاحب يعني وحوك شيخت كصوع عود شكا وحوك صوع عود كصوع وحي إلينا على صاحبها صاحب يعني إعراضك أني جيس الشذال عنو أتك جيس وفا أخبرنا وسببت وجيس علتنا خلاص كريس وصببت وضوع أدوجي وقوم بدش أتك جيس أيانو أشير إلي قرقائت فهدمها أوجي ودمي ألقون فقال وحونا رسول أما إن كان أما إن كل إن وشأن كل بناء اسمك قريك وبال هم يهلاك مؤكدي على صاحب صاحب إلا ما كان إلا ما كان وحي هذا مو إلا مالا مال مو إلا ما لا وحصائه موي إلا ما لا سا إلا ما لا وحصائه موي وحصائه سنا
oo wixii xawaajista oo danahaagiya duruuftaada uun ku eg aanan ahayn, laakiin wixii nooca oo kale loo galo oo loo dhiso oo sidaa loo dheereeyo loo qurxiyo dheerarkaa laga badiyo sidaa loo dhiso loo naashnaaso saaxiibkeeda halaag iyo hoog iyo dulli iyo dembi iyo baaba iyo khasaare u keenaysa. Ee iska ilaali. Rawaahu Daawud wallafsu lahu qaala asxaabta nabi iimaankoodii iyo maalta wixinooda iyo alla uu hogaamsankooda gurigii dhammaa dhulka ku dar wallafsu lahu waibnu maaja aqsaru wallafsu lahu qaala wuxuu mara rasuul allah sal alayhi wasalam biqubat calaa baabi rajul nin albaabkiisa guri taaga oo min alansaari faqaala wuxuu ma haadii talmaxad qaala wuxuu qubatu waa qubad weyn manaaha waxaa dhisa fulaan faqaala rasuul wuxuu sal alayhi wasalam kullu maa kaana wuxuu ahaaday hakada noocan huwa wabaalun hoog iyo halaag bay u tahay khasaare calaa saaxibi yowma alqiyaama khasaare iyo saaya halaag iyo dambi fabalqa alansaariya dalik ansaariga arrintaasaa soo gaadh arrintaasaa soo gaadhay ansaariga rasuulku saasuu yiraahday fawadacaha dhulkuu dhigay wuu jabiyay famara nabiyu uu soo marsa calayhi wasalam bacdu markaa ka bacd falam yaraa ma uuna arag meesha mataagna fasala uu su-aalay cana فأخبره والله أنه وضعها إنه نلقى لما بلغ وركا أرنت هذه مركا قال هذا الكاتر أو مغنين يسجها نلقى كدر يا ليلى مو جميل فقال وحي يرحم الله إلهي أن حرس يرحم الله إلهي أن حرس إلهي أن حرس رواه الطبراني بإسناد جيد مختصر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر وحو صامر بمنية اسم قبة ولرجل قبة يطبق وقف إليه اسمعني صابر ومن الأنصار فقال وحن ما هذه قالوا وحن قبة وداروي سروي وهم الأولين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من عين اسمك وأشار أو إشارة بيدك عدس على رأسي ومدحي كان لما ساعوا النار أكثر من هذا أنت أن يجوك إيه وحي كبضر أو كتنار وهو مبال هو يهلاقوي مركواتين إيه يبول كوير يقفلون السول وهو وبعض الهلاك على صاحب صاحب يوم القيامة هلاك هو يحبون القرية إلا ما علموا إلا ما لا بد للإنسان منه إلا ما علم أي ما لا بد ويحبون كمار منه ضروريات أو يعني ما على قدر حاجتي مو يعني وحي انت زيادة كأ ها وأسرع هين الله تعلم مو يعني وحي كأ وهو يهلاك يا خسارية لباته ايوه كذا كن بعيد وحي الاسلام هنا كم مار بين المويا ها او وحي كذا وهو يا خساره يكون قد قضاء يا شاء الله صحيح ولا غير الحديث صحيح. وعن حارثه رضي الله عنه قال وحي عن حارثه بن مضرب اتينا واني معني خبابا خباب بن عرفه وين نعود انه ابو قرينه وقد اكتوى سوى سكبي سبع كيات تطوى ميلوت دب سكت نتيو سكبي فقال وحوي لقد تطاول مرضي حنون كي تواي يقول ايران يقول دواء ايران ولولا اني انا سمعت اتنان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اتنان كما صلى الله عليه وسلم يقول سؤاله لا تتمنوا هدى بعينها هوي سنين هنغري سنين هدولين اتعلي سنين الموت غيري شو حنوكا إيه 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 وضوى الإيران إيه رفاني لتمنيت واتمني لها إله إدي الله نفتي إذا قاد ما أرى الله وقال وحير يؤخر الرجل يؤجر الرجل في نفقته كلها وقال وحير يؤجر يؤجر رجل إنك والله أجر سين والله ثواب سين في نفقة وحوم بحي أو نفقة يستي أو أم بحي كلها نمات وح الله وح ولب حي إلى درت ولب حي أو نفقة أو بحي أو نقال وح ولا أجر بالله سين أي يعني ثواب إلا تراب عرض موي وح عرض جني أو اسمه موي أو قال وح في البناء وح اسمه يجري أو جني موي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن حسن قال وحنا لا يوحي قري إيه نل إيه وحال لقري وعن إيه مساجد إيه بيت الله أن مساجد إيه مدرسوي إيه عيل الوقف إيه عن إيه وحن إيه قري
أتكن كان أحسن، أتكون نولان، أطلع عمل من أسياحة، أتكون تبع شلس، أتكون رايح سنة هاي، أجل لغم هنا يدم بموية، ما الرسول واقين لك صلاة كديني كجس وعرون، بين ير أو مات إتين أي ربول ير عريشة أو روب ير دباش يوحنا أوكا قلت دوين وحكا مقرمان. وعن أنس قال محمد وعن الحسن قال محمد لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أمر أن يسأل المسجد المسجد صلى الله عليه وسلم قال محمد أمنوه النساء عريشا عريش كعريش موسى نبي موسى عريش في صوته وإلى لحسن محلل وما عريش موسى قال محمد إذا رفع يده بلغ عريش عريش قال يا علي السقف استنقف أما لنك موسى لنا أما نبي موسى قرقي سؤال قدم موسى لما نبا ليري قرقي سؤال قدم كتس ومسان إكتنك أما أم نوه إلس أما أولس عريشا عريش كعريش موسى موسى عريش في سوكر قرقي وحلق أمون بس هاي قل إلا قل حيا زاي لا قل حيا لا لك الله قبل لا لا ناش ساس وبطن نعم إن وحوا على الهواء وفان يا مرد كبير بس هاي كرير هبل مال بس هاي هبل طول اسمال مرد كاري يسوس يا وح يا الله يا مساجد تهران يا الله يا مساجد وين يا مساجد يا مساجد قل سلام كل ويا مرد فان يا وح ماشي صوتش بعدين يا خير يا وح إلا الربيع وجدل ماشي كم حيا صحيح ولا غيره ويحدثكم غير لو حاليا للحسن وما عريش موسى قال وحنا موسى عريش في سمحنا قال وحنا إذا رفع يده لعن يسمى أكرو قال أكرو تعالى بلغ العريش عريش له ماشي موسى رسوك عن إسا كارسي ده وينو نتاك إيرانيا السقف سنقاف كيس روف كيس صحيح ولا غيره الترهيب من منع الأجير أجره جيس ليس قد دي قفك أصعوك كراس لأي شقا لها وجردي سي جورناتي وحيات كله الشيس إلاد إيه معاكو رأي أدكه أديدي أديدي من منع الأجير أجره يوال الأمر والي دك دك من تعجيل إعطائه فرس ليس أمرين درس لسو درين اس امري وجرو ديس وحات كل هي شيس حد لا بلا هادي حد لا ويك تطبعات هادي حد لا ساعات هادي حد لا معد لا وحنسي ساعات لمركي لك دار شقد يسو لما يقول روح الى وحنسي ديت كي سو قيم لعبد لا يسار سو رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سين تو ديت كي سو ولا قلد وين لا قلد داهي لما يرمي وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال وحنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعطوه سي الاجير وقف شقالة ايدين وحنا دار ايدين كشقاية اجره اجور ديس قبل ان يجف ان تون قلالين عرقه لدت كيس شقالة ملك شقاين ويدي انت رقم لدت كيس قلالين وان جنين سي اجور ديس حل سي رواه ابن ماجه من روايات عبد الرحمن وروي عن ابي هريره رضي الله عنه صحيح لغير قال وحنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اوصي على جير اجر اجور قبل ان يجف عرق انتون الاذن كيسو اولى قال لن اولى الجيل حل السيد اجور ديس حل السيد حل السيد ترقيم المملوك وحلق بولن اياه ولا جعلي سيدي ولا حصوصين اياه لغول ايرين اياه في أداء حق الله الدونك أفك مملوك إلى ليه يا الدونك في أداء حق الله حق إلهي إلو قلت يا وحق موالي سيدي يا إن سددك أسنع لحق ودنا إلو قلت تاسع لج علي سيدي يا ولا أمر يا ولا فرع يا لو شيء يا نقول إيه رجل يا أول أمر كان حق الله إلو قلت كالصباح سيد الله قلت كما عدنا لك أشق إلي سيدي الكيساء إنه حق وذن قلت أبدا بحي ولك وعد وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي إن العبد الدوم
إذا نصح مركو أو نصيحي لسيدي سيد كيس وأو قرقارة أو عاوية أو سقرب تانو أو نقيسو واركي سيدة تنديسة أو قاد أو عاوية هوش سيدي لو تنقل لو تدري أو قبط وأحسن أو ناجي هتنا عبادة الله الضوء من إلهي أو ناجي وفتي لو تنقل سيدي لو تنقل أو قدت فله أجره أجر كيس مرتين لما أجر بالله قرية كيس كيس يكيس موليس إلهي كيس عورت لما أجر بالله لك القرية متك السماء لما أجر بوسيداك وإليا صحيح وي رواه البخاري ومسلم وأبو داود وصحيح وي وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم المملوك مملوك الذي مملوك يحسن عبادة ربي ربي كيس عبادة صوبين أو ناجين يقول حنين كالصوب بحين وهو يؤدي قدني إلى سيد سيد كيسر الذي عليه وحي أسارة ومن الحق حق يسر قدني يولى السياحة قلنا السياحين أقر قاله أولي سأفرين يا وطاعة له أطيعي والكيسر اللي يسر وحي معروفك وأطيعي ولا كيسر كالشطين أجري علي لما أجربوا لي من حق إلهي لو نقول عبادة إلهي يمين أطيعي السيد كيسر وأطيعي لو نقول رواه البخاري صحيح وعنه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثه تصدح صدح قلو صدح قلو لهم حيليه اجران لما اجر بيليه لما اجر بيليه رجل ومن اهل الكتاب اهل الكتاب يهود اما النصارى امن رمي من نبيه نبي الله صلى الله عليه وسلم موسى اما عيسى وامن بمحمد محمد رمي لما النبي اسلام رمي كي الله صلى الله عليه وسلم كي ايمان انتبه صلى الله عليه وسلم لما أجر بوني لما النبي وكل النبي كسر هل أجر بالله وحسن لما أجر بوكوين والعبد الدوي كلمة المملوك أولى لي إذا أدى مركو حق الله حق إلهي يو حق مواليه لما يسو مواليه سيديات كيس حق أولى مركو قد أيضا أسير لما أجر بوني حق مواليه هي حق أس محاكو إلهي حق الله لما أجر بوكوين كسر لحد ورجل نوي كان يوحد له أمة الأضان أضان ولها فأدمها إلى ابتدين ولد فأحسن تأديبها سفي عن أو إدبي أو دين الإسلام أيوكو إدبي سفي عن أو أخلاق دين ولد يقول السي وعلم أوبر دين يوحي أوبر يشرع علي فأحسن تعليم تعليم تدين أو ولد سفي عن تعليم دين ولد ثم أعتقها أو حرين فتزوجها مركوس من قرص فله أجران تعليل أي نبتاس يقرصها إنه لما أجر كهان فله حلي أجران لما أجر ما الله قرأ رواه البخاري ومسلم وروى الترمذي حديث صحيح وحديث والترمذي وحسن واللفت له قال في ثلاثة يؤتون وعلى سيرة يسطح قرب أجرهم أجر كونه مرتين إلى وجهه عبد الضوي أدى كنت حق الله حق إلهي كصوب حي أوبتك واجب سارة وحق مواليد مواليد اسحاق ودنا الذي من فذلك يؤتى على سيرة صغيرة أجر وأجر كيس مرتين لما أجر يا على سيرة يا كلا وهذا رجل نوى سيرة لما أجر هنا كان عنده جارية قبر شقالة وضيئة وقرحبة سوجد شوع عليه فأدبها إدبي فأحسن تأديبها إدبي نسوب بها راجيا شفيعا ثم أعتقها حريا ثم تزوجها قرصا أسير لما إذا بتاع ولادي يا حرين تاع وحرين ينقولك لما أجر بوكل يبتغي بذلك وجه الله وحرين أما أوعد به أما أوقر سنة إلهي ترك فذلك يؤتى أجره مرتين وعلى السيرة يا سير لما أجر بعض الوقر ورجل نويك صدحان أمر أمر بالكتاب كتاب أمر رمي بالكتاب كتاب أول كتاب كيكو بعد رمي ثم جاء الكتاب الآخر كتاب لبعض مقدم يمين فآمن به كتاب كي لما نرهم إلى النبي فذلك سيرا يؤتى على سيرا أجره مرتين لما جهر قال سيرا يا لما جهر وضيال وحوي ومن آن وقر حسن جميل وقر حسن والنادي فلي صحيح وحديث كاسرنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم للعبد الضوء المملوك إلى الليل المصلح ولكن إيه الزمان يحقك الشطيني أجر يعني لما أجر بولي لما أجر بالله قرية والذي نفسي نفطي بيدي
والذي نفس أبي آبيك عن نفس والذي نفس أبي هريرة أبو هريرة نفتيس بيديك عنتيس إيه كجرت يمام الكيس أو قرارت لولا الجهاد وجهاد هدو سجري وجهاد على الجديد لو واجبين في سبيل الله نقول جهاد إيه والحج حج هدو سجري ورغم من أركان الإسلام كمده إيه وبر أمي هو يدي بارين ما فلك هذا إيه هدو واجب هان لا أحببت حضور الله وجعله صلى الله أن أموت إلى أن غير يوضو أن إنته وأنا مملوك أرون إليه وعضان الدور ما إلى أقول عيا لا نار الدور هي جهاد كده ويقطع عيا حش ويقطع عيا بر أمنا ويقطع عيا محيا العظام ما له إلا ليه هيك محاولة عمل واحد صار وواجب من هذه واجبات قاسوا إلى قبعة قليلة حار الله إلى الدور حار رواه البخاري ومسلم صحيح وين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد لعمل قل نعمة بدنا أوبر واقع بدنا لحد مثل أقول نعمة بدنا أيوة يا الله إنه إلهي أطيعون إن أمر كي سقعت من نواهي نيت لمكان ويؤدي إنه قلت حق سيدي سيد كي سحق سنة إنه أوفي تاسع أوبر واقع بدنا أقول نعمة بدنا حق الله إنه قلت حق سيده إنه قلت يعني المملوك ومملوك وياه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولا عشرة لي تفضلان الكاس اللي وجهه يا طالب كمل سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.